السلام عليكم. اليوم جبت لكم فيديو على الطرشي، فلفل طرشي حار. كاين اللي ما ياكلش حار يقدر يديرو بالفلفل الحلو، يعني اللي ما هوش حار ما هوش مشكل، هو بالاحسن يكون بالحار. راح نعت لكم الطريقه نتاعو. راح نبدا. عندي كما راكم تشوفوا هنايا، يعني عندي الفلفل، فلفل اخضر هذا حار. عندي الماء، عندي الملح، وعندي الخل، وعندي ثوم. دونك بشوي شوي تفهموا سنين الثوم اللي حطيته لكم قبل. دوك نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تاع الفلفل المرقد. راح نستعمل هذا البيدون تاع 5 كيلو تاع العسل. راح نعت لكم اللي تحطوا في البيدون هذا، ونعت لكم اللي يديروا في القرع. دوك نعطيكم زوج طرق. المهم راح نحل الفلفل هكا على جنب، ما تحلوهش بزاف. واش راح ندير؟ راح نستفو هكا باش خاطر كنت تحطيه ديريكت تعمري عليه الماء، راح يطلع الفلفل خفيف يولي الفوق. على هذا ديريه هكا، ومن بعد قنعت لكم كي شغل يتحشروا في بعضهم. كي يتحشروا في بعضهم ما يقدرش يطلع الفلفل الفوق. ها بعد ما عمرت راح نزيد بلايص الفرغانين، نحشر الفلفل ثم لداخل، باش على واهم بعد باش كي نلوح الخل والماء بصفه عامه ما يطلعليش هذاك الفلفل الفوق. حاولي تحشريهم مع بعضهم مليح. هنا الملح، الملح واش راح ديري؟ الملح حوالي ديري ثمن مغارف خل، وثمن مغارف ملح، ثمن مغارف خل، وثمن مغارف ملح. وراح تلوحي حوالي اطرتين ماء، يعني باش تفهموا مليح، يعني كل مغرف خل ومغرف ملح معاهم كاس ماء. سما في الكاس تاع الماء راح ديري مغرف خل ومغرف ملح، وتعمري الكاس هذاك ماء. بعد ما شتو خلط الملح والخل والماء، راح نجيب في البيدون هذا درت 4 سنينات حتى 5 سنينات، من 4 سنينات حتى 5 سنينات كبار، يكونوا كبار. راكم تشوفوا قسمت السنينات على 2 على 4، لوحتهم من الفوق. من بعد نجيب الخليط اللي خلطته ملح وخل وما نزيد ندير بالمغرف هكا باش ما يكونش الفلفل موش مغطيه الماء، لازم يكون مغطي مليح. راح ندير الطريقه هذه، نخضخضو كيما نقولو حنا، او نمخضو ولا كيف تقولو. علاوه باش تشوفي لازم الماء ما يكونش هبط هذا ما كان. دوك نفهمكم في هنايا اللي تحب تدير في القرعه. انا استعملت القرعه هذه تهز اطرتين، اطرتين قرعه تاع اطرتين. نفس الطريقه نحي الشابو، انا نشتي نحي الجزء من الفوق تاع الشابو هذاك هكا. ونعمر القرعه، القرعه نحاول اني كي نعمرها نحرك هكا باش يدخل الفلفل مع بعضها، ما تقعدش بلاصه فرغانه وبلاصه معمره. حتى تتعمر القرعه، ما تلوحي بشوي بشوي حتى تتعمر القرعه. هو من الاحسن كي يعود الفلفل الخضر استعملي الخضر وحده، وكي يعود هكا شويه فيه الاحمر حطيه وحده في قرعه. كيما نقولوا انا خدمت مقبل الخضر وحده، وهذا كي عاد احمر وحار ما بغيتش واللي تشوف فيه احمر هكا غطيه في صاشي وخليه يحمر كل، ديري به هريسه. ثاني نخلي لكم في صندوق الوصف الهريسه والفلفل المرقد هكا بالعقل بالعقل حتى تتعمر القرعه.
نحاول نحشر الفلفل مع بعضه مليح. حاولوا ما تخليوش الفراغات بزاف. بعد ما عمرت القرع عندي كما قلت لكم الثوم في القرعه تاع هذه اللي عمرتها تاع الفلفل، راح ندير فيها 3 سنينات حتى الربعه. القرعه هذه راح تهز باش تفهموا كيما درت لكم قبيل، باش تفهموا القيس برك 2 مغارف ملح، 2 مغارف خل، بزوج كيسان ماء، يعني كل مغرف خل ومغرف ملح وكاسمة، تخلطيهم مع بعضهم. ونبدأ نعمر. تحبي تعمري هكا بالمغرف، تحبي من بعد كنا عندكم، انا ما بغيتش نكمل بالمغرف، جيبي طاس اي حاجة، المهم باش تسهل عليك برك المهمة. وبداي عمري القرعة نتاعك، لقيتيها تخص زيدي بالكاس. كيما هنا الكيل هذا عمر نص القرعة، هاي شوف عمر نص القرعة. مش راح تزيدي، تزيدي نفس تقريبا نفس الكمية تاع 2 مغارف، 2 مغارف ملح و 2 مغارف خل و 2 كيسان ماء حتى تتعمر القرعة. شوفوا هنا القرعة راهي معمرة للفم، ثم القرعة راهي معمرة قد قد. وشوفوا واش راح ندير، نقفلها وراح نخفضها هكا، راح نخفض هذيك القرعه ونظرك تشوفوا بعينيكم. ها هو كي هبط الماء، ها هو كي هبط الماء شويه، علاوه تخلي الماء في هذوك البلايص هذوك اللي فرغانين بين الفلفل والفلفل. نكمل، نزيد نكمل الماء، ماشي ماء كما قلنا، الماء والخل نفس الخليط. نشوفو دوك نزيد نعاود، نلقاها ما صرا لها والو، ما هبطش الماء، دوكا راهي قد قد. شوف ها خلاص، ها هو كي الفلفل سوا درنا في البيدون هذاك تاع العسل، سوا درنا في القرع تاع الغازوز تاع اطرتين تاع الجو، قرع تاع الجو ولا هذا البيدون تاع العسل. ليسونسيال بعد ما تخدموها تخليوها حتى 15 يوم، 15 يوم بعد 15 يوم هاي كي تخليوها بعد 15 يوم عفوا، شوفوا الفرق. هنا ني درتها هذه، عاودت قرعه في نفس النهار هذا، وجبت اللي خدمتها لكم معكم في الفيديو، خلاها خاطر خليت حتى نطاب الفلفل باش عدلت لكم الفيديو. شوفوا الفرق بين اللي تخدمت قبل واللي تخدمت جديده. اللي قعدت خمس، اللي علمنا عندها 15 يوم اللي تخدمت لونها صفر، والاخرى كما راكم تشوفوا قعد لونها اخضر جديده هذاك وين تخدمت. هذا هو الفلفل الطرشي، ان شاء الله يا ربي تجربوها وتدعوا لي بالخير. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، استناوني فيديو جديد حلو ولا مالح. سلام.